تتواصل الأشواط مشاهدينا الأعزاء، رابع الأشواط في أشواطي صباحي هذا اليوم في مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع، ولي عهد أبو ظبي في هذه الانطلاقات في هذه التحديات في التواصل والانطلاق، نسير مع المراكز الأولى يتقدم في هذا الشوط، شوطنا الرابع في أرضية هذا الميدان هذا الذيب لسالم بن راشد بن سالم الزرعي يتقدم بالمركز الأول، بينما يلي في المركز الثاني المنتحر ياتي في المركز الثاني، محمد بن حمد العويسي يتقدم في ثاني المراكز، مشكور في المركز الثالث، من الجانب الآخر مشكور هلال بن أحمد بن مبارك أو هلال بن أحمد بن مبروك المحاربي ياتي في هذا الاندفاع، ثلاث المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل في هذه التحديات في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، شوف الأسماء، شوف الشعارات، شوف التحديات في هذا الانطلاق. يا سلام، نسير مع المركز الأول وهذا هو المنتحر ياتي بالمركز الأول، محمد بن حمد العويسي يتقدم، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشكور هلال بن أحمد بن مبروك المحاربي في المركز الثاني في هذه الانطلاقات. الاثنين بعد وبينهم وبين بقية المراكز المنتحر، خلاص منتحر على الشوط، منتحر على الناموس والفوز. يا سلام، المنتحر محمد بن حمد العويسي، وسلام لأهالي السلطنة وأهالي بدية على هذا الفوز والناموس في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني مشكور الهلال بن أحمد بن بروك المحاربي، المركز الثالث ناصي لعبيد بن سالم بن يمعة على هذا الانطلاق. نعود إلى التوقيت، نعود إلى التوقيت الزمني لهذا الشوط، دقيقتين و13 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.